ومن العلامات الصغرى للساعة قبض العلم وظهور الجهل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولا يعني أن العلماء يندثرون، لا، بل إنهم مغمورون لا يؤبه لهم ولا قيمة ولا قدر لهم عند الناس، وهذا من المصاب. وقبض العلم بقبض العلماء، متى ما رأيت العلماء يتفانون ويذهبون ويموتون فاعلم أن هذا هو رفع للعلم، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوسا، انظر، العلم رؤوس، لأن العلم من يدعي طريق إلى الرئاسة وإلى الزعامة، ولذلك من جعل العلم طريقا إلى الشهرة أو إلى الزعامة فاعلم أن عمله قد خاب وخسر، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويزيد هذا الأمر أن هذا العلم يزول حتى لا يعرف الناس الفرائض. جاء عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كوشي الثوب، يعني أن الإسلام يدرس، يعني يزول مثل ما تزول زخرفة الثوب مع طول الزمن. يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا تعلم صلاة ولا صدقة ولا صوم، ويسرى على كتاب الله عز وجل فلا يبقى منه على الأرض شيء، حتى يقول الشيخ الكبير والعجوز الكبير: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، لا يعرفون إلا هذه الكلمة، يعني أن الفرائض قد زالت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال فلا يبقى في الصدور والمصاحف منه شيء. وأعظم من ذلك عباد الله ألا يتلفظ بسم الله عز وجل الله، يعني كلمة الله لا تقال في الأرض، كما جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. هذا من ذهاب العلم. قال ابن كثير: يحتمل أن الناس قد انغمسوا في الدنيا فلا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر، كلهم في حال سبيله لا يعرفون كلمة الله. ويحتمل كما قال رحمه الله أن الذنوب والكفر يعم الأرض، ويظهر الشرك والكفر بالله عز وجل فلا يقال في الأرض الله.